مسيو لبيب. الفونس ليه طولت؟ ما بتعرفني اخلاقي ضيقه وراسي ما بيحملنا. اوكي مسيو لبيب. باي الفونس. باي نور. خي باي الفونس. باي غريغوار. جينا باي الفونس. باي جيرار. لك منين عم تنبعه؟ باي الفونس. باي ريشار. باي الفونس. باي ادغار. باي الفونس. هيدا اكيد ادوار. لا هيدا رافائيل. رافائيل عم بقلبك عمي. باي باي مسيو لبيب. ليش تاخرت؟ انا تاخرت صار لي ربع ساعه ناطرك. ما دق الجرس من نص ساعه. وين كنت؟ كنا بعدنا عم نعمل تونيسيون مسيو لبيب. وعم تشارط انه ليه تاخر؟ شو عم تعمل تونيسيون؟ بيك ما قدر يجي بعتني محله. اوكي ستنبولو شغلك هذا مسيو لبيب. شغله هذا اللي بيعمل خدمه هيك شغله. ما تبلش احسن ما الزقك اياها. شو بدك تلزقني مسيو؟ يلا شرف امشي. يلا اوكي مسيو لبيب. شوفي فيك تحمل لي الكارتاب تبعي. مين بده يحمل لك الكارتاب تبعك؟ انت. ليش انت شو شغلتك بالله؟ انا تعبت مسيو لبيب. هات لها. اوف لو شو هيدا العمى على هالقصه؟ لو شو حاطط فيهم؟ حاطط الكتو تبعولي. هدي هات فيزيك والشيمي والماتيماتيك والجرامات. يا لطيف. تعال. اي اي ظهري الله لا يوفقك. صار لك شيء مسيو لبيب؟ اخ اخ برق ظهري. برق ظهرك؟ ايه برق ظهري. شو بدها تشتي يعني؟ بدها تشتي؟ شو خص هيدي بهيدي يا حمار؟ عيب مسيو لبيب. اي لشو حاطط فيهم هول الكتب؟ حاطط الكتب تبعولي مسيو لبيب. شو عم يعلموكم هولي؟ ما عم بفهم شو. لشو عم تتخصص بالزرة؟ لوين مسافرة؟ شنطات سفر هول. باردون باردون مسيو. تفضلي يا ست. دوموزيل انجو. هاي الفوز. هيدا مسيو لبيب. هاي مسيو لبيب. مسيو لبيب. دوموزيل انجو. فهمنا فهمنا يا حمار. لا الفونس من افضل التلاميذ عندنا بالمدرسه. طيب دوموزيل تلميذ مهذب وشاطر. بس اوقات بيركب راس حمار. لا ما تقول شو عيب مسيو لبيب. ماشي عيب ماشي مش مختلفين. لا لو سمحت يعني ما بتعرفي لحتى شو عم تعلموه لحتى لي ناتع هالكتب كلها؟ فيكي تحمليها ها؟ شو هيدا؟ هيدي بالشحن بتروح ها؟ الفونس؟ وي هول ثلاث شنط لإلك؟ شوفي بقلبها. ليش جايبهم هول؟ كتبك هول؟ ها؟ بدي فرجيكي قدامك. شو هني هون؟ شوفي بقلبها. شي غلط مش معقول. هيدا شو؟ هيدا الشيمي. طيب هيدا الشيمي. وهيدا ماتيماتيك. 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 اوكي. وهيدا هيدا سيونس. اوكي. ها ها. وهيدا يا معلم شيف انطوان. يي. وهيدا يي. هيدا سوبر هيروز. لكل الكتب وهيك هون لشو اخذوا؟ لا انتوا طالبين منه يجيب على المدرسه؟ اكيد لا الفونس. ليش جايب هيدول الكتب معك على المدرسه؟ عشو جايبهم معك هون؟ لانه المامي عم بتعزل البيت قالت لي بدها تاخذهم معك حتى لما بدها تشيل غبره. ايه بتجيبهم معك على المدرسه؟ وين بحطهم مسيو لبيب؟ لا لا بحطهم بالبيت. حطهم بشي زاويه عشو. اي اخ 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 دخيلكم اخ. شفت انك حمار؟ عيب مسيو لبيب. ماشي مسيو لبيب عيب يقولوا هيك عيب. ايه خلص ماشي بس لانه بيستاهلها هو. دوموزيل انجو؟ وي مسيو لبيب بيقول لي انه بحبك. ما انا شو؟ وي انا بقى انا بقول لك قال بحب تيجامب. شو هو؟ بحب تيجامب. ولا شو بدك شو بدك ولو مسيو لبيب. ولو مسيو لبيب شو هالمثال انت يعني؟ لا عن جد عن يعني بشو ما عليك؟ بس مسيو يعني لبيب انت هلا ما بقى فيك تعمل شيء. شو ما بقى فيي اعمل شيء؟ لانه مبرق ظهرك مسيو لبيب. والله طلع طلع ذكي بالاخر مبرق ظهري. يعني بشو ما عليك؟ يا مس انجو يا ما ليه عملت هيك يا حمار؟ ليه عملت هيك؟ لانه انت بخاتني مسيو لبيب. لانه انا بخاتك لانك مركب راس حمار. عيب مسيو لبيب حمول. هيك يلا مشي. الله لا يوفقك ولا يوفق بيك. ليه تاخذ الشنط؟ شو هالبلوي هيك؟